500 شركه بتنزل الوظائف بتاعتهم، هم محتاجين عندهم ناس تشتغل معاهم، محتاجين موظفين، فبيبتدي هو يبقى قدامه كل الوظائف ويقدر يقدم على اي وظيفه شايفها مناسبه لي. تمام. ازاي تكون المعلومات واضحه، ازاي تكون الوظائف معروضه بشكل واضح، ازاي نقدر نغطي مجالات مختلفه ونقدر نغطي محافظات مختلفه كمان، ازاي نقدر نزود من الداتا بتاعه الناس اللي بتدور على شغل عندنا. تمام. وفي اكتوبر اللي فات عملنا الانطلاق الرسمي للمشروع بعد ما كان وصلنا لارقام معقوله بقى ينفع ان احنا نقول فرصنا موجوده وكده. في حوالي فوق ال 3000 شركه في تعلن بالظبط 3500 شركه يعني بمختلف بقى احجامهم، يعني في طبعا شركات باحجام كبيره جدا بتحتاج الاف من الناس اللي يشتغلوا معاهم بالظبط، وفي شركات متوسطه وشركات صغيره. احنا بنتيح فرصه لكل الشركات ان هي تنزل الوظائف بتاعتها. تمام. وعندنا حاليا على الموقع اكتر من 8000 فرصة عمل في مجالات بقى مختلفة. يعني الموقع مقدم 8000 فرصة عمل، 8000 فرصة في مجالات مختلفة. بص، هو الموضوع يعني برضو علشان يبقى الدنيا واضحة، احنا مش بنخلق فرص عمل. تمام. هو اوريدي في فرص عمل، انت بتتواصل مع الشركات بالزبط. وعندك قاعدة البيانات بالوظائف المطلوبة، فانا لما ادخل عندك هشوف ان في 8000 وظيفة، فاكيد هلاقي نفسي وظيفة فيهم. بالظبط. في ناس كتيرة يعني بيكون ما بتقدرش تتتبع الموضوع ده او كده، بس يعني رفلي بارقام، احنا السنة اللي فاتت في حوالي 10000 شخص اللي قدرنا نوصل لهم بحسابات وباتصالاتنا مع الشركات وكده، في اكتر من 10000 شخص قدروا يوصلوا لوظيفة على ده. بيعتبر الزمن قياسي بجد. بالظبط. يعني الحمد لله. اكتر من 300000 باحث عن وظيفة سجلوا على الموقع. في 300000 ويزيد عاملين تسجيل على الموقع بتاع فرصنا.com، لان هم واثقين فيكم وعارفين ان هيجي وظائف كويسة من عندكم. مبتدا.com